ان اذا الاخوان ناجلين حكومه هيطلب من المجلس ان المجلس يشكل حكومه جديده، وقد يخشى البعض ان المجلس بترتيباته او بتكوينته الحاليه يفشل في تكوين حكومه وبالتالي المجلس ينحل. لكن انا اخشى ان الحكومه الحاليه بتستغل هذا الدستور او هذا النص في الدستور ان تجبرنا على قبول ما لا نقبله. وانا مستشعر من كلام كل الزملاء ان هم غير راضيين عن هذا البرنامج، يبقى ليه هنقبل برنامج احنا مش راضيين عنه؟ وليه نقبل حكومه الشعب رافضها وشايفها على مدار 6 شهور حكومه غير ادائها غير جيد، والبرنامج اللي مقدماه لينا هو ايضا برنامج غير جيد بل برنامج منقوص. كلنا بنتكلم انه ليس هناك خطه زمنيه في نسبه كبيره جدا للبرنامج بتعدى 90%، كلنا بنتكلم ان الاليات اللي موجوده في البرنامج غير واضحه وغير محدده ولا يمكن القياس عليها ولا يمكن متابعتها. كلنا بنتكلم انه ليس هناك تحديد للموارد اللي هتجيبها الدوله عشان تنفذ هذا البرنامج. اذا ليس قدامنا برنامج. اذا كنا عايزين نعمل برنامج انا بقترح مسار محدد، احنا نجيب الوزراء نناقشهم في ده، اذا اقنعونا وقدموا لينا خطط واضحه ومحدده ونقدر نقيس عليها انا شخصيا اول واحد هيقول الحكومه انا معاها. اذا فشلت الحكومه في هذا الامر فعلى الاقل نعرض الراي العام ان الحكومه عندها اخطاء 1 2 3، لكن احنا نقول الحكومه دي كويسه وهنمشي معاها، احنا هنشيل الليله. وانا مش موافق ان انا اشيل الليله الحكومه، احنا عارفين انها فاشله، نضغط عليها يتغير في البرنامج يتغير الوزراء، مش عاجبها تقول احنا متمسكين بالبرنامج ومتمسكين بالوزراء، ساعتها يبقى كل نائب فينا يحدد مساره. لكن انا ارجو من حضراتكم جميعا ومن كل الساده النواب ان احنا من دلوقتي ما نقولش الحكومه احنا هنقبل مضطرين، لا احنا مش هنقبل مضطرين، يتغيروا طبقا لوجهه نظر الساده النواب ووجهه نظر المجلس باكمله، يا اما تتحملوا الليله لوحدكم احنا مش هنتحملها معاكم. شكرا. اولا